اللي بغيت نقول بعدا اليوم اول حاجه طرات واحد الرياكسيون بيني وبين الزميل ديالي انس زنيتي اللي كانت ماشي ايجابيه بالنسبه لينا بجوج، ولكن زكريا حذراف معروف بالاخلاق ديالو بالتربيه ديالو ماشي غير دابا، مده سنين هو تلعب في الميادين المغربيه، ما عمرني سالت لشي واحد بشي حاجه اللي هي خايبه، ولكن اليوم سالت لواحد الزميل ديالي ولكن ماشي من القلب ديالي، غير عفويه. نتمنى ان شاء الله من القدام هادشي ما يطراش، ونتمنى من خير لا ليا ولا الزميل ديالي ولا ليكيب ديالنا.